الرجال بصوت مرتفع رانا مضطهدين في المجتمع هذا، نخدموا ونوكلوا ونلبس وندللوا ونهار تصير صورته فاهم تقولوا النفقه والحاج. شكرا لك، شكرا لك سي توفيق، شكرا لك سي توفيق. وفي وقتك للاسف، للاسف انه نوصلوا نحكيوا على الزواج بالطريقه هذه في مجتمعنا. حاتم الرصايفي من تونس، مرحبا بك يا حاتم. حاتم فقدنا الاتصال، والله شيء مخجل ومحزن انه نحكيوا على انت فهمت. نعطيك مثال بسيط ياسر، مثال بسيط، خلعنا فاصل. حاضر. طبيب مثلا كما الدكتور محمود الهمندي اللي هو معناتها كما نقول انا ديما نقول هو فنان مش 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 فقط طبيب، فهمي في مهنته بطبيعه الحال، يعني بيتواطأ ديني بين زوجته وقاضي ومحامي اودع السجن وهو طبيب. انت تتحمل مسؤوليتي، تتحمل مسؤوليتي الاسماء اللي ذكرتها الكل، تتحمل مسؤوليتي فهمي. وتم بعد خسرنا طبيب نحطوه في الحبس ومن بعد نقول له اي جا فهمي راهو فهمي معناتها مطالب كذا طيب. وكذا وكذا طيب. وتو نزيدوا بعد طيب الفاصل. شكرا لك. البرنامج هذايا وفما جمعيه تدافع على الرجال، انا اول مره انا نسمع بها، لكن ما تتصوريش معناها اللهفه وقت اللي سمعت الاخبار معناها هذا التليفون ديريكتمون تكلمت. لهفه نتاع فرحه ولا لهفه نتاع قلق؟ باش ناخذ العنوان نتاعها ونخرط فيها وهذا باش نجيب 100 راجل ولا 200 راجل في جرتي، لان الرجال مرتهدين في تونس، مرتهدين من ناحيه القانون. انا لالا محكوم بنفقه من 2004 ل 2012، نتعامل مع مرتي كما نتعامل مع السيد والصوني بالفاتورات كل شهرين ثلاثه يا معلمه، بري صحي لي في البلديه اللي انت خالصه ونص ننفق عليك. نهار اللي وصلنا تو الطلاق واحنا قضيتي ان شاء الله ان شاء الله يا رب على قريب مش نطلق وندخل مع المطلقين، وقت اللي هي قالت له سيدي راني عندي حكم من 2004 مش خلصيه، قلت له عاوه سيدي هاي نتعاون معاها كيما الصوني والسيد هاي الفاتورات خالصه المراه وننفق عليها، ولا راني مشيت للحبس انا في نهارتها 350,000 يجي يحكم لها هي ب 240,000 يخلي لي انا 110، ما انا ما عادش نبني حياتي المره الجايه. او الخطا وين؟ خطا في المعايير اللي خذها القضاء. ماهوش يعطي في الراجل في حقه. واحنا رجال بصوت مرتفع رانا مضطهدين في المجتمع هذا. نخدموا ونوكلوا ونلبسوا وندللوا ونهار تصير صورته فاهم تقولوا النفقه والحاج. شكرا لك. شكرا لك سي توفيق، شكرا لك سي توفيق. وفي وقتك للاسف، للاسف انه نوصلوا نحكيوا على الزواج بالطريقه هذه في مجتمعنا. حاتم الرصايفي من تونس، مرحبا بك يا حاتم. حاتم فقدنا الاتصال، والله شيء مخجل ومحزن انه نحكيوا على انت فهمت. نعطيك مثال بسيط ياسر، مثال بسيط، خلعنا فاصل. حاضر. طبيب مثلا كما الدكتور محمود الهمندي اللي هو معناتها كما نقول انا ديما نقول هو فنان مش 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 فقط طبيب، فهمي في مهنته بطبيعه الحال، يعني بيتواطأ ديني بين زوجته وقاضي ومحامي اودع السجن وهو طبيب. انت تتحمل مسؤوليتي، تتحمل مسؤوليتي الاسماء اللي ذكرتها الكل، تتحمل مسؤوليتي فهمي. وتم بعد خسرنا طبيب نحطوه في الحبس ومن بعد نقول له اي جا فهمني راهو فهمني معناتها مطالب كذا طيب. وكذا وكذا طيب. وتو نزيدوا بعد طيب الفاصل. شكرا لك. في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلت بفرحي، في كل زقاق اجد الازلام امامي، اصبحت احاذر حتى الهاتف حتى الحيطان وحتى الاطفال، اقيء لهذا الاسلوب الفج ولا استثني احدا. لست خجولا حين اصارحكم بحقيقتكم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم، تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم لا تهتز لكم قصبة.
هذا ضد فكره مقاومه الفساد، لان فكره مقاومه الفساد مبنيه على التشهير، مبنيه على تسميه الاشخاص باسمائهم حتى يكون عبرا لمن يعتبر. اما وقت اللي ما يسميش هذا وكانه يشجع على استمرار الفساد، وكانه يعطي في حمايه للمستقبل اللي يحب يقوم بهذه الجرائم.